إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته ولم يفارق هذه الدنيا حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا لواء الدعوة من بعده وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأمنا عائشة وعلى سائر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله على أيديهم البلاد وحرر على أيديهم العباد فلهم من الله الرضوان وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فبادئي ذي بدء أقول لكم إني أحبكم في ذات الله تعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع القلوب والأرواح كما جمع هذه الأبدان في هذا المكان الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى وكما لا يفوتنا أن أذكر الشكر الجزيل للقائمين على هذه الدورات وعلى هذه النصائح التي نسأل الله تبارك وجل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتهم يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيرا. نشني لا شك أن الأمة الإسلامية روخ تعاني الحقيقة زي بعض المسائل إجي جاء يند لها الجبين وخصوصا في مسألة الأخلاق وأخص من ذلك فيما يتعلق أمر الأسري الأمر الذي يتعلق بين الآباء وبين الأولاد. المجتمع الجاهلي في القرن ما قبل الهجر وخير الجان عباد الأوثان مشركون إلى غير ذلك إلا أن أتفذ إحنجان احتار من الأباء انسن ولو على باطل ما دام أنه أنت ذباس نغيمس إلي تحتار مثي تشسيج الأهمية بمكان. لكن شني ندعي أننا نشني خل الإسلام وخل الإيمان وندعي أن متمسكين سالكتاب السنة وعلى فهم سلف الأمة لكن القليل ويفهم شي القضية ثانيتين لأن أمخقان كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فالمهم خل الأمر كل أمسرم يجب خاص نتدي السن ما له وما عليه لأن الله تبارك وتعالى ماشي خرق العبادينس ثم يتركي ثنت مع عبثا أمخين الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا بل إخرقان الله تبارك وتعالى لحكمة وإخرقان لأجل الوظيفة لأن الإنسان مدام أضمغى إقى ميمي إقى إقى من أجل بشري تحرى خشين الوظيفة ميمي بشاء تستقم الحياة إنس باش خلي أنت ديك داف هذه مراك إلى غير ذلك زقي الأمور السنن الكونية ينسنقع. فلأجل ذلك الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق جميعا سواء زقي الإنس نغ الجن حتى من الحيوان إلا لحكمة بالغة جل وعلا. فلأجل ذلك انتف الله عز وجل يخرق البشرية ماشي غير من أجل الأكل والشرب والجماع وما شابه ذلك وإنما يخرقان من أجل ذلك أيضا ولكن من أجل عبادته جل وعلا. فلأجل ذلك أنت في القرآن
يقرن الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إيش إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلأجل ذلك أنت في الله عز وجل يعني حينما إخرق البشرية يصطفن يشسن جن التوصيات هي أسن بعض المواقف باش أذقو من الوظيفة أني بل الوظيفة يا ثانيتين أمخنا الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أمانة التوحيد أن الإنسان يكسيت ولكن بعض الأوقات يجحدها. فلأجل ذلك أنت في الله عز وجل يوصى البشرية بصفة العموم ويوصى الرسل بصفة الخصوص ويوصى الأمة ذكمر ثنيجي يأمن زجس ألا يشرك به عز وجل شيئا. فالله تبارك وتعالى من بين إذا نغي وصى خاصن شني إني خاصن جمير خان غنشني يعني يجن حاجث قدمت ذاك نغ من يعنانينا ألا وهم الآباء. لأن الإنسان إذا جاء عالم غير موجود في عالم المعدومات ومع ذلك وجد لكن ميزي يوجد من الذماوة ماشي يوجد ما يخفين سنيف نير صدفة نير يوفيخ فين زي السوق نير يوفيخ فين زي الشارع أم يواها. وإنما جاء هذا الإنسان بعلاقة شرعية أبس ذمس وذبس ذمس ذنيتين مرمي جنت انت ماشي مهلنت انضنت وانما ربنت خذ من خاص وشي نساذيش صغينا صاروض مارشيني الجن يوثيت وخا ظلما وخمس اظلم احنجيرني اثنين شاتنا احنجير نظن ما يمي لان فطره الاباء امشغرني وسني تعجب شيء اتزان ذا وانسن تترون ولو كان ظلما وهذا شيء لا يجوز. لكن نشي نستورخ الفطرة البشرية التي فطر الله عز وجل عليها الخلائق. فالله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن قبر مديني عز وجل وقضى ربك اقرك لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الآية ثانية تمزقار وتقبل وقضى ربك انخذ بأن الواقع الإسلام حاليا واقع المسلمين واقع المسلمين حاليا للأسف لا شك أن ذاك الضعف ذاك الوهن ماشي كرشي ولكن إن لم نقل 95% يعني الأمة الإسلامية ذاك سجل الوهن ذاك سجل الضعف. ولكن لله الحمد أبشركم أن الصحاوة تجان. فالله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام اقرك ما زالت أمتي بخير ما زالت أمتي بخير حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فنشي نجي نقطع قع الخير زي الأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما اقرك هذه هي الحقيقة والحقيقة مرة. لأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الذل الأمة الإسلامية حاليا من السبب؟ السبب الرئيسي هو أنها تخلت عن الله عز وجل. يعني مش قال الزمازيق دوشا ساعرور الله تبارك وتعالى يعني لا تذكر الله عز وجل لاقي الحلال ولا لاقي الحرام ولا لاقي المواقف ولا في أي شيء. سواء إذا الدث نغي الشارع سواء جرى العائلة نغي جرى الأصحاب. المهم أنه من المكسس الذي يعيش وها أمشي نجن يوسف أذي قضى المهم ينس ثم يقر ويسيت همي حد ويتين الخطأ خطأ عظيم بزاف. لأن المسألة ماشي من وإنما يخلقنا الله تبارك وتعالى باش نسن المعبود النغ باش نسن الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يعرف أتنسن الأسماء ينس الصفات ينس إلى غير ذلك زي صفات الله تبارك وتعالى. اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. يعني الإنسان ما يشرك الله تبارك وتعالى دائما يتيلي مذموم مهما الإنسان غاس وخطف ملياردير وخطف السنة غاس الدنيا تكمر إلا أنه يتيلي مذموم. ها هو فرعون اللعين
ملك الدنيا، بل إنك ما أعلكم من إله من غيري، هذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر؟ ادعى الربوبية، ادعى الألوهية، ادعى الصفات والأسماء، ومع ذلك أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فأي واحد ذكى فرعون قرص لعنه الله ميمي، لأنه أشرك مع الله تبارك وتعالى، فتقعد مذموما ثم مخذولا. ذنيتيني قرك الله تبارك وتعالى جن آية نظن إن تنصروا الله إن تنصروا الله ينصركم، من ذا الذي ينصركم من بعده؟ وإذا خذ الله عز وجل شين الجن عمص أتنسى ورذيج، عمص أتنسى ورذيج. سبب الخذلان الأمة بصفة عامة وكذلك العائلات بصفة خاصة وكذلك الأسر بصفة خاصة خاصة، على أن السبب الرئيسي إتعقاب إلى التوحيد الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ما ليس التوحيد قيس كل شيء، يسن كل شيء، أتفغس العائلة ينس مجتمعة، لأن يسن المعبود ينس، يسن الله تبارك وتعالى. لا يكفي أن الإنسان هذه الزاج هذه زوم هذه وشي حاجة الصداقات نغذي راح هذه حيج هذه عطامة، هذا لا يكفي مع وجود الخلل جي العقيدة، إخسلاب العقيدة هذه صحح من أذن الشك بالله تبارك وتعالى. ماشي دواشي الشرك أن الإنسان يعبد الصليب صافي قوة الشرك، نعم والشرك بما أتي من معنى، لكن ذن بعض المسائل شركية، ولكن لا يعلمها الكثير من بني الإسلام. ذن إذن عبد ذن البقر، نعم هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لكن ذي المسائل شركية يتصفون بها بعض المسلمين، ولكن فيهم يستنشق بأن أنت تسجل الأمور الشركية بالله عز وجل. ذن الشرك لفظي من أذم السوار إقا كلمة شرك، نعم إقا كلمة شرك. ثم ذن الشرك عملي، يعني من أذم يتك بعض الأمور شركية، ولكن أنت في الأصل ينزم سرم، لكن يتك بعض المسائل شركية. ذن بعض المسائل شركية عقدية يتعتقد يتند من أذم، على سبيل المثال من أذم غسمي مثلا ذاك الشن العاهة عفانا الله وإياكم، شي المرض مثلا شي المس الجن الى غير ذلك، فنين شي وذن خصك تاويذ من ذم واحد جرى ويتين شو مرافض استغاث الدين شويه زيد دابا كان شو بعاش اي حاجه استغاث الدين اطاح انت اغارس اقرز دين اخصاص هذه تصح نجيرني دين الطف ونظرني امخ توقعت ما حاليا ويشوف الحقيقه الواقع النغ وجي قبل ذم يستور خجنت ما خجن العالم الظن وانما هو واقعنا. فإطاح من ذم وإتق الفعل وينتين، الفعل وينتين في قرارة نفسه سواء مرئي نغ عملي أنه فعل شرك بالله تبارك وتعالى لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الله تبارك وتعالى إنها العبادينس أصغاصا لغيره عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرك من ذبح لغير الله فقد أشرك، يعني أني إغيغاصا شو بعاش نشين نحاش لغير الله عز وجل فانتقد الشرك. ثم ذن بعض المسائل أن الشرك باللفظ، مثلا الإنسان يتنكز ممكن ينسق أرضة الوالدين نغيقا أي محنو نغيق ثا زقي الألفاظ، يعني زقي الألفاظ ميزين السوار، ولكن تا لفظ شركي، يعني أن الإنسان يشرك أك الله تبارك وتعالى إجن مسألة أك الله عز وجل، وإنما تخسس من ذم أذيني بسم الله هذيك هذا راح يخدم الشغرينس. أما ويجبد يعني الوالدين زقي الدقة إلا ما را يزوز زكسن شي نحاش أسني بارح إلى غير ذلك ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الأمور التي يعني لا يقدر عليها إلا الله عز وجل لا بد أن يلتجئ إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة لمسألة أن الله تبارك وتعالى قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم
إنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذنت وقضى ربك ليس معنى أنه يعني احكم أمخ توهم من بعض نيوذان بأن الله عز وجل آمى أنه لا يعبد إلا أنت عز وجل. لا، لو كان الأمر وينتين كوني، لأن أمخ سنم الأمر الإلهي إما أذيري شرعي نيخ كوني، مرض كوني لابد أذيري، ولكن الأمر ليس كذلك وإنما أنت شرعي. يعني يمشغني المعنى الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أن الله تبارك وتعالى أمر العبادي نس إن سنيا عبادي يعني وحد ماي عبد ماي نش وحدي خلص ماي الأعمال وشيف وش ماي الصفاتني إذا كم نشت الصفاتينو الأسماء إنس كذلك ثم بالوالدين إحسانا. يعني أن الله تبارك وتعالى مخقن يعني العلماء قنك لم يقارن تسمى يعني مسألتان يعني تم قرانين بزاف أمخي قارن جرى بر الوالدين بالتوحيد بزاف يعني الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني أن الله تبارك وتعالى مرمي ما إذكى مسألة التوحيد مسألة العقيدة مسألة الرفعة إلا إذكى أوانينس عز وجل الأمر الوالدين، والأمر الوالدين تذكس الأم ذي الأب على حد سواء، ولكن الأم إن شاء الله تفنذكى تذكي جاء جي المكان عالية. فالله عز وجل قرأك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قثى نفسريت ألا تعبدوا إخسنوا ونعبد إلى الله عز وجل سواء سل الأقوال سل الأفعال سل الاعتقادات سل الدعاء إلى غير ذلك. وبالوالدين إحسانا، يعني ماشي إن الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين، لا، وإنما افصل العبادة أني إجيجا خالص لله عز وجل وكذلك العبادة أني إجيجا خالصة لمن؟ خالصة الوالدين وبالوالدين إحسانا. يعني ميزغا نعبد الوالديننا من التصور إغانق الوالديننا أنه أنحسن إليهما أمقان أنحسن إليهما ثم يذكى الله عز وجل يقرأك إما يبلغن عندك أحدهما الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ذنيت الله عز وجل ومنا نغ وبالوالدين إحسانا جيش الآية نظن ميزنا يوذن إن نغ وقولوا للناس حسنا، لكن الوالدين ذا إن نغ إحسانا، يعني إحسانا ذا كل شيء يتذكس الأقوال الأفعال، يعني من غنق المعاملة تصحانين أجيوذان يعني سواء سلقا ونغسل الفعل فالوالدين ذا يتنجم عن تنس كل شيء، لأن إحسان حسن زقي حسن. و ومي يسيد الآية نضينا وقولوا للناس حسنا غير القول وها وقولوا للناس حسنا، لكن ومي يسيد الوالدين إنك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونشيء وبالوالدين قولا إحسان، وإنما إنك وبالوالدين إحسانا، يعني الإحسان ذا يتذكس كل شيء أنه أنطه الله ذك سن أثنين الكلام الطيب واسمه خاص أنت كبرية شيء، وإنما أنت الله ذكسن بما أوتي من معنى. فالله عز وجل قرأك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني إقرأك هاي غيبلغ شي الأب نغ الأم الإنسان يموت بابس ثقيم يماس فيماس فايتين دمغاكي السن أذك سيطهلا. الله عز وجل يقارك نغمر ذموت الأم يقيم عود الأب أذك يطهلا، لكن أو كلاهما يعني مرقي من سنين يتسن أذك سن يطهلا. وقل لهما قولا كريما،
أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. ذنيتين إقرك علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه الخليفة الراشد، إقرك لو علم الله عز وجل أن ذا شين حاش تقبل زقي أف لنهى عنه، لنهى عنه، يعني أدنى المراتب من غين الإنسان إذا باس أسيني أف. أما مريوثتني وخاص نساور قع، ولكن أدنى المراتب هي كلمة أف، وأفضل تعبير أنت جيت تعبير القرآني، فلا تقل لهما أف. فالإنسان ذنيتين قناك بعض السلف يقرك حتى الإنسان ما راه يبلغ مثلا بلغن الأبينس نغل أمينس وبلغنيج المرتبة أنه زما هذا الدرنس ما يخفنس نقع، فالإنسان ما راه يدرسن ميس نغي يجيس مرا يجيس مرا في الدراسة يماس نغل ابني في الدراسة إذا بس، فما يوفد زكس غير شين رائحة تعفن تخصص القشيء اف. فبعض الأقوال السلف رحمهم الله تصور الإنسان يوفى ذا بس نغي يماس جيجن الوضعية أنه أسني في الدر ثم إن أف. فبعض السلف قالك داخل خلي ثيتين الآية ثيتين فلا تقل لهما أف. إذا من غصني يا ربي وقل لهما قولا كريما، يعني قول طيب حلو، قول يفرح يصفرح، قول ذا سبحان، لأن بزاف نيوذان مثلا عفى الله عنا وعنهم خصوصا الشباب أتت أنت ملتزم نعم، لكن سلوك ثيتين أجل أباء نس وجبو حتى ذني أتت بابس السوركيس أنت اسنهزة الكتفين نس ويتين الخطأ ويتيجن سوء أدب أجل أباء سوء أدب. وإنما الإنسان ما ليس ولا كيز بابس إخصص كأن على رأسه الطير أمخ ذوي شو جدي أسجد خش جيف بحيث من هذا المرا إن الزغر شي حاجة أجيزني أذي الطاو إخصص من هذا أذي قيمس الأدب. هذا هو التعامل القرآني، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ذيت الانتهار أتفذ منذم إتاث مثلا معصب على الدف، فمرا تسيو لك سيماس نغبابس إنهض مخص. لا شك أن منذم يسحسي شيء لأن مخقا فاقد الشيء لا يحس به، فكذلك الإنسان يسحسي شيء دورني مخ تواجه الأم مرا الابن يقافو سين سميخ يعني خيمس، وكذلك الأب يسحس سجن الإهانة ضمغة. فلأجل ذلك إقرك الله تبارك وتعالى ولا تنهرهما، ماشي لازم حتى انت تدز لا، وإنما يكفى غير ور يكفى غير الإنسان مرة يسنهز خاص خاصا يفسن إنس، فهذا شيء لا يجوز نتحرم زي الكتاب السنة. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أمجضض مرمي الطاو يزو هذه هو خيفي جو سنينس باش اسني وش أتشن، يعني لا بد ذي السهوة يفيري ونس ما خاسن كأنه يتحافظ خاسن ميزي صار رحمة، لأن الله تبارك وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام إخبرنا في الأحاديث أن الله عز وجل جعل الدنيا ثا إجل جزء زي الرحمة ينس ويسنوف غز يوم القيامة 99 على الرحمة، فيجي الجزء زقي الرحمة من الله تبارك وتعالى إغانض قد الدنيا ذا. حتى البهائم يقارك النبي عليه الصلاة والسلام حتى البهائم تستغل زقي الرحمة ثانيتين، إنك حتى تفذ من ذم ركسيبث ضافع ضاينس باش أوزع الجنجي خمي صامزيان ما يمي ذا الرحمة، يك أنت ذر بهيمث لا تعقل وتسين شيء، ومع ذلك أودع الله عز وجل ذاك سجن إجناع الرحمة بحيث السن مس السن العاطفين، فهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها جميع الخلائق. فالله عز وجل يشبه من أذمني أنه ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ثم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدعاء إمغاء، لأن دعاء يسيزق الله تبارك وتعالى فهو أنفع
العبادينس عز وجل إن تجد دلا يعني العبادينس إلى ما ينفعهم شين دواء أحسن زقيوة ويجي وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة كما ربياني صغيرة لأن كل المخلوقات كل الموجودات على وجه الأرض إلا وأن تتزوى الرحمة الله تبارك وتعالى أولاديج كائن من كان ويزوشي الرحمة الله عز وجل لكن ذيني وذان أصابوا الرحمة يا ثانيتين ذيني وذان خضنق الرحمة ثانيتين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى رحمته فالله عز وجل اقرأ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر كما ربياني صغيرا أمخذي ربان يعني تحملن الأعباء الدنيا الأعباء الزمان الأعباء الشدائد فكذلك يا ربي أمين ثني جدا السبب قل وجودينو فرحمي ثني يا ربي سواء قل الموت سواء قل الحياة فالرحمة يعني تجوز الإنسان أذيني ومس أمسرم أشير حمى ربي لأن يجب الزافي وذان يعني قل العرف نسن أنه مرني ذاس فران أطير حمى ربي أسيتغرق يموث ولكن وإجن الخطأ قل المسألة فا إلا أن يجوز الإنسان الذي دعاس الرحمة للحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وغيره إنك رحمة الله علينا وعلى موسى والنبي عليه الصلاة والسلام ويموت شي عذيرة فدل الحديث على أنه يجوز للإنسان هذه الدعاس الرحمة سواء للحي نغ الميت لأن الرحمة رحمة شاملة لأن الإنسان وخا لنفترض الرحمة تختص سل الأموات ميزي غندنشني وارميزي غندا وإنما الإنسان يعيش في رحمة الله تبارك وتعالى وكذلك انتاف زي الأمور يقضي عن الأمم اللي قبل الزقنغ شني بر الوالدين بر الوالدين الله تبارك وتعالى قرك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ذيتين التزمن شيء العهد من الله تبارك وتعالى أمك أنت يعني مذهب اليهود أن من أخبث يوذن أنه لا يقر لله تبارك وتعالى بل خدع الله عز وجل يخادعون الله تبارك وتعالى وما بالك الخلائق نغ ذي العباد فالله عز وجل ينبه نغ المسألة ثا على أن نخصنا غنخارف إوذانينا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إننا خالف اليهود خالف اليهود يجري وينظن خالف المشركين فمخالفة اليهود واجبة فانتزق الأصل من أصول الدين فالله عز وجل خبرنا في القرآن أن اليهود ضيعا الأمانة الثانيتين ألا وهي بر الوالدين فيحذرنا غنشني أننا يخصنا من أذم أذبر الآباء إنسن الآباء إنس الأم إنس وكذلك قال هو عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال جزء عول الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يعني الله تبارك وتعالى إنس النبي عليه الصلاة والسلام إنس المشركين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يعني أكو من حرم خاكم الله تبارك وتعالى إذن من حرم الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا وأعظم أمخينا الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الله تبارك وتعالى وهو الشرك بالله عز وجل وأعظم ما أمر به وهو التوحيد قل أتلوا ما حرم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وجزل الآية نظن قرن الله تبارك وتعالى يعني يمن خل العباد إما رس المين ننس النعمة ينس إما رس الفضل الآباء وخصوصا الأم قرن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها
ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب ذني تي الام برمي غاتكسي ميس تيري غاتعديس، هل أمة ثاني تين تت مليح تسس مليح تتص مليح تنفس مليح؟ لا، وانما اول جي الاسبوع والثنين اتت الام ذن الصر، اتت تغريجياس المعده، اتت ذاك زيم السيض تصمد مسي الحما، اتت ازما اتبد الدويخ، حملته كرها، حملته كرها. ووصينا الانسان بولده حسنا احسانا، حملته كرها، حملته امه كرها ووضعته كرها. الحمل ينس انه مرمي غاتكسي لابد تيري غاسجل الفتره، الفتره تاع فانت بزاف الفتره القصح. ثم يتس الابن ينس ثني خاسي تسكن تا وميلا غاس عديس الزاكس انت بحيث ويتهلي شيء ذكس نغي يجيس. هل ثاني تنزقي يعني زقي الانسان اذي رد الجميل؟ لا، وانما الانسان مري كذاك الخير مرى اسم تزو الجزير استرد الخير نقتزقي الخيرني امخنا النبي عليه الصلاه والسلام. فلاجل ذلك يتعين على الابناء احتر من الاباء نسن ونشين تورق المجتمعات النغ خصوصا المجتمعات رخاء ذا ان الاسر خصوصا الاباء والابناء والجنشي مليح جارسا سواء في الناحيه الدنيويه نيغ الناحيه الدينيه والله عز وجل المستعان. يقرك حملته كرها ووضعته كرها، ماشي الحمل وها بقيت جا يعني كره ذاك الحريق ذاك الدخاف ذاك السين ذاك ستا، وانما خلي في مجال مثلا الوضع يعني مرمي مغطى حطارو يعني ذا اجي القضيه لو ان اجازي طارو اتى في يمكن هذه روج انت وراوها اتى في يمكن سي طلق يضم غاثينس اسينش وخصبو ويحاموشن ما يمي، لان الحريق ناتج خضواني يكفي ان الانسان اليك سيمس على طول الابد ماشي غير ثم اسيق البر يعني اتي بر عادي وها، وانما ذاك سي تهلاي جن تهلو يمغى لان الحريق نطاوى تيطاوي نطفغ نقع اكسوم يتيري قاص. ف يتز الوالد نيغ البنت نسال الله عز وجل السلامه يقرا الشم وتفهم شيء نيغ شم متخلفه نيغ شم الى تجي تما كي الزمان ينمر وخا قانا كي جن الزمان موديرنو الى غير ذلك. نقرص تا وتجيبو التربيه ثاني تين وتجيبو الاخلاق نغ الخلق الحسن اج الام، وانما الام امخن الله تبارك وتعالى يوصاش انك ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها يعني ثاج الوصيه الله تبارك وتعالى ماشي الوصيه ينون نغنون نغنون، وانما الوصيه الله عز وجل مالاش كذا مسلم تهلا قيمك مالاش المؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى في القران السنه فلا بد خصك تبرد يمك لا بد خصك تطيعد يمك، ولكن الطاعد ماشي الطاعات في معصيه الله تبارك وتعالى، وانما مخنا النبي عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق جل وعلا. فلاجل ذلك انتبه بان اذا اما الطيع انقع يعني بحيث تاف طاعه مطلقه وخني ناس شي نحاش تسمى يعني اتيك تعفنت يتحيد قيت يقرك لان يمذني لا، وانما الرسول عليه الصلاه والسلام قرك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اقرك ووضعته كرها كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ 40 سنه قال ربي اوزعني يعني من ذموا الابن ونتن انك نهاي غيبلغ 40 سنه لان نسن بان اجن السيني كي جاش السيني تيري منظم قوي كي الذكاء كي الذاكره كي البنيه الجسمانيه بان يتيري كامل رعقره محقن يتيري 40 سنه. فلاجل ذلك انت الانبياء كلهم يبعث الله تبارك وتعالى مخقن العلماء 40 سنه
وكذلك ورد بعض يعني الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العباد تدفن الجنة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرقع زقي العباد ني على 40 سنة، يعني يتفن هذا مغص 40 سنة. فلأجل ذلك يقرأك بأن أفضل بنية وأفضل عقل يتيري 40 سنة. يقرأك الله عز وجل حتى إذا بلغ 40 سنة قال أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين. هل أنيني نشني قبل 40 سنة ويتعين شيخ منظم أنه أضيطع يمسني غباباس؟ إلا وإنما الله تبارك وتعالى جي الآية قبل قالك ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها هاقا ذنيتين يوسط ثم هاي غايب لغي جنس معين 40 سنة من ذن غنى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي ومذ بالغذى يشتو يقع حتى السن ونتين وأن أعمل صالحا ترضاه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك يعني نعم خاي باش تشكر النعمة ثانيتين يخاينش ازيك شكي يا ربي ومي بلغغ اشتويا 40 سنة قد طاع الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي ماشي واحد سواها أمخقان ربع ذي ثمارني ذاس ما تسخذ سيماش ما تسخذ بابك يقرك الله تبارك وتعالى يقرك اللهم ارحمنا وارحم والدينا يعني وارحمنا شنيا ذي مزقورة قال رسول الله سوء أدب وسوء فهم للآية لأن أمخنا الشاعر قال وكم من معيب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم يعني بزبني وذنا تفذ قامشين الآية استشهدن خميني جن اثنين ولكن مرت بقدر الآية في الواقع أني أتفذ وتجيبوها من وتجي بوامن لان مخي قوني قرك الله تبارك وتعالى ان نض وتزاد جيمشي قال اسما دير قرك ولا تقربوا الصلاه ايوذ يجي الجزء زكي الايه اقصد ايوذ انك ولا تقربوا الصلاه فلاجل ذلك انت في ربعاضيف تستدل الايات وتجيبوكي المحل انسان وخصوصا دي المسائل هنا حتى اذا بلغ 40 سنة قال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي ماشي غير نشوها خلي الوالدين ما يمي لأن نثني كي جن الوجود الوجودين متعلق بالوجود نسن نثنين لولا الله تبارك وتعالى أوجد الأبوين نشو أتف وتجيخ شيء إذا شاء الله تبارك وتعالى أذير يغنش سالوالدين فالدعاء لابد من المرأة يدعى الله تبارك وتعالى ما يخفينس أذي شاكا كيدس الوالدينيس فهذا من فضل الله تبارك وتعالى وهذا من بر يعني الإنسان ذي بر يعني الوالدين إنس غير لقمان لقمان قعن سنيت جي القرآن جي سورة لقمان غس يعني غس الآية غس سورة تسمى سورة لقمان قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم غزا رخاء وذ الأب يتوصى الابن أميس يتوصى أميس وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نشني أي واحد للأسف فالأمر قائم لا ينكره أحد أن من ذمر ميت وصدى وينس يقرا ساقين شغي قربان قدا قال الداثني قدا قا تسغاس إمن ذم قدا صافي ما نيني وها أما فيما يتعلق التوحيد الله تبارك وتعالى بتوحيد مخفي خلق انت اني غذمي سني لا يلقي لذلك بال وإنما يمر عليه مخقان مر الكرام وإنما كانت لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ذنيت السبب نزول يعني الآية مخقان بعض المفسرين ومنزل الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يقارك إني جي أمن الله تبارك وتعالى، يقارك إني أمنا ثم أسوسخن شيء الإيمان نسن الظلم مطلق الظلم. يمكن الإنسان مرة يظلم أوماس نيكشوا الجاينس نيغوماس نيغوتشماس، هذا يسمى ظلم. فالله عز وجل قالك إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم نكرة يعني كل الظلم. فالصحابة رضوان الله عليهم تعجبا وكذن ناس يا رسول الله، ومن لم يلبس ثم ومن منا لم يظلم، من أنا وني الزقنا ويظلم شيخ فينس شينها يوما من الأيام ناسنا إنس ليس كما تذهبون وجاء مخطم كنيو، وإنما الآية عن زاقس أمخ إن الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. أن وجه الشرك عظيم على وجه الأرض أمخ الشرك بالله تبارك وتعالى، وإنما الشرك وإنما ذنوب الظن تبعا الشرك والعياذ بالله. إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقرأ ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ذيها الأيمضن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ذلك حملته وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف. انت ضمغاس مرميتي لي غاس عديس تيري ذاك سفقن الدم تيري طورخ وتتشي، لابد يخسس بعض الفيتامين في جيجان قل ماكله، ومع ذلك تيثن تارانثنت لان تسمح حاموش تيري جباد زقس انت يتجباد زقس يتجباد كالسيوم نغمس نغوس يتجباد ما يتعلق في النظر يتجباد الخلايا انس يتجباد حتى الشعائي والطياس ميمي، لانه يتيري شي غاتجي القوه جسمانيه باش تحمل منين، ومع ذلك تحمل ومع ذلك مرمي تيري يتحرك قعد ديسينس واخا توقف يتعجي بس الحر. ما هذا الا ان الله تبارك وتعالى يودع اسمه ايجنا الرفض ذا الرحمض جي قلوب الامهات ان تحفظ الله تبارك وتعالى. ثانيتين غنغيج من حديث النبي عليه الصلاه والسلام إمران أكبر الكبائر. يجي نهار يقيمك الصحابة. فالصحابة مرمينا تغيمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وصف المجلس إقرك وكأن على رؤوسنا الطير. يعني وجامخ نتقي بعض المجالس. أربعة ديت مثلا سوان أربعة ديت سوان جي تليفون. لا وإنما مجالس الذكر ومجالس العلم التي يذكر فيها الله عز وجل إخسس لابد أن تحترم، لأن ماشي مجالس أمشغني الفكهة، وإنما ذاكس المجالس أنه مجلس باش من المذكسي قال الله قال رسوله وكما فعل أولو النهى من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إليه قمجنها إنس ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. الكبائر ذا إقرك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إقرك التي تهوي بصاحبها في قعر جهنم والعياذ بالله. إقرك أمقان الكبيرة إقرك الكبيرة إجن الذنب ونيجي جان السدف ذابينس أجهنم، نسأل الله عز وجل السلامة كل شيء ذنب. إنسان ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أكبر الكبائر أن من ذم أضيع سبب بس أضيع صيم مس قطاع الله تبارك وتعالى من أكبر الكبائر. لابد من ذم أذراع أمسر ما ذراع القضية ثا أن مدم حق الله تبارك وتعالى يتشسي حق الله عز وجل مثلا وشرك شي الله تبارك وتعالى، فحق الوالدين تابع لحق الله عز وجل ماشي قاطنش، وإنما يقاتل الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم إجنها إلى إقم فإن رغم أنف
رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أباه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. الحديث هو تنقلي صحيح مسلم أن إن كم شغني رغم يعني المعنى ينس الذج ذي الخزي ذي العار من ذموا وني إجي وفق الله تبارك وتعالى وفقت أنه أذيري جلس تل أبي نسنغ الأمي نسنين تسم لأن أنت في المعظم نيوذان إما تفغسن بابتسن نغا تفغسن ثم يمتسن سنة من سنن الله تبارك وتعالى. ولكن أيها المحب السامع أنه ما رين عمحك الله تبارك وتعالى بالأبوين سنين تسن عدا فتهلا ذك سنت تهلا ذك سن لأن أمخنا الرسول عليه الصلاة والسلام قيل حيث نظن سخط الوالد سخط الرب في سخط الوالد ورضا الرب في رضا الوالد. والوالد ده اسم جنس يعني ماشي الوالد ذا جز وإنما يطلق على أجز التمغاف مادام أنه والد فيطلق على أجز التمغاف. فوني إجي نعم من خاص الله تبارك وتعالى أنه يمغى السن باباس السن يماس عاد تالفنت فرنت ماخاس أذي أحمد الله تبارك وتعالى أذي ادعى الله عز وجل أسني مد جي العمر أنت أذي مد الأبينس الأمينس سطاعة لأن القضية فقدنت بزافني وذان فقدنت بزافني وذان ثم القضية نظن أنه جاني وذان فقدن الأب ذي الأم ويسن القيمة للأب ذي الأم حتى تفقد من هذا ويسن القضية نظن أنه يعني روح الناس يعني المساندين إلا ونيجي فقد الأب ذي الأم. وأي واحد يخزى جي المجتمعات النظ انت مثلا يعني جاني وذن وغاسن شي حنجان ديم زيانا موث الناس باباسن ديما سن إما جيش لك صيدا عافر الله وإياكم نيغشي زما نيغشي من الحالة انت دائما تحنجيرني تيري كئيب ويفحشي ماشي يعني إطعيا مني حنجان الضم وإنما دائما أنت منقبض ميمي لأن يسحس سجن الحنان سجن الغطاء سجن القضية أنه أغاز جيشين تا بحيث مرمي يتوري حنجان الضم تزرن أكبابات سن أجيمات سن إلى غير ذلك يقرس نش ما عليك شيئا من. ولكن الله تبارك وتعالى يشاء ما يشاء فلأجل ذلك أنت في النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه عليه الصلاة والسلام تقد قعد سنين مس ثم غير بلغ سنين يموت خليه مس ما يمي باش قان دا العلماء باش يدير مذ حق اليتم حق اليتم. فلأجل ذلك أنت في الله تبارك وتعالى في سورة الضحى يقول ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى سبرا يمك ثم اذكرت من بعد فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر يعني مادام أن شيك تحس باليتم وهو عليه الصلاة والسلام انتي ريري قرانغ بأن الإنسان مري هذا غير جوج جيف اليتيم غاس الحسنات لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك قرص فأما اليتيم فلا تقهر ثم انتاف بأن ذا نسيور خل الأبوين الأب الأم بصفة مشتركة يعني خصانغ لابد أنطع الأبوين النغ أنحسن إلى الأبوين النغ أنط الله تكسن أن ربيخ في النغ خطاع الله تبارك وتعالى اخطاع الوالدين كذلك الآباء اخصصنا ذنب هنظوان سنخ القضية ثانيتين أسين شك يخلقش الله تبارك وتعالى من أجل العباد الله عز وجل من أجل الطاعة الوالدين من أجل الطاعة الوالدين فطيع الله تبارك وتعالى بطاعة الوالدين. ذنيتين يسيد الجو أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم خطي صحيح البخاري أنه الناس يا رسول الله من أحق بالصحبة من يعنوني
يغطغلق ذاك سقطة يغسوشر إجل المكانة قوري نقطة إنس أمك. ثم قال ثم من يا رسول الله؟ إنس أمك. إنس ثم من؟ إنس ثم أمك. ثم إنس من؟ ثم أباك. غزاي المرتبة سيوشا الأم ما يمي لأن الحقيقة الأم ذيك سيجن التعب إمغى ذيك سيجن المسألة ضمغى ذيك سيجن المهمة ذقصح. فلأجل ذلك خرجت أمك 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 إن الله تبارك وتعالى جي المحكم التنزيل حملته كرها ووضعته كرها حملته وهنا ووضعته وهنا. فالأم غسيج المرتبة ضمغى وكذلك يسيد غسيج يجو صحابين سيا رسول الله نشى الزغة تجهذغ فالزغة ضحاكي ذك أتجهذغ إنس هل غاكي مك الدا إنس إيه إنس فرجع إليها ففيها فجاهد. المعنى من الحديث أن وأصحابي ويزو أذي جاهد يزو ذي في الجنة لأن ما دام يزو أذي جاهد يزو أذي مث يزو أذي مث في سبيل الله تبارك وتعالى نغلى. ومع ذلك إنس غاكي مك إنس نعم إنس فرجع إليها ففيها فجاهد يعني عقب غص طهلا ذيس وشس الطاعينس حافظ خاص ففيها فجاهد وومقا الجهاد وومقا كذلك الجهاد ماشي الجهاد لابد من هذا قادين بزاف المسائل الخيرية تعادل الجهاد نقفة أكثر أمق مثلا بر الوالدين قعانق الآباء النغ قعانق الأمهات النغ فيخسانا أن جاهد فيهما أن تهلا ذاك السن باش هذه غانغي إن شاء الله يجي الجزء لأن نشي السن بأن الإنسان ماشي مخلد في الدنيا يعني. إما الإبن ذي مثقبر نغل الأب ذي مثقبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن كل من يجن الدنيا يأثى سواء الآباء نغل الأبناء الأمهات نغ البنات كل من عليها فان فإذا ما دام كل من عليها فان كل شيء نغنمث فإخصص لابد الإبن أذي طهلا أذي اغتنم أذي اغتنم إخفينس المهمة ثانيتين وزي بعض المسائل يجي جن أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها إجنا ذو سغزت يمس يمس إلى جعد مشركة فذو يستزن ضواف حتى من شواق النبي عليه الصلاة والسلام نسي يا رسول الله يما ذو سيد شكت سندي لي ويما مشركة انت تزو هذا يتزور ما أتزور ما أساس مغضوث نغلى إنس نعم صلي أمك غزر رأفة غزر رحمة ونيتين يتشنغ بأن بعض الأوقات الأبناء خصوصا بعض مثلا الملتزمين يعني تشددن في بعض المسائل أن الأب نغ الأم وتيري شي متفقة كيتسن مثلا يجي القضية زي القضايا مثلا إما دينيا نغ دنيويا ما لم تصل إلى حد الكفر أتى بمسألة إما ربما خلافية قع ربما مسألة خلافية بين العلماء السور الخسنة ومع ذلك اقرش كتسن شيء أشكو أصني شيء قرص في بابس أنت ويسن شيء القضية أني أمن من مي إيسا وركي سمن الطريقة أني أنه أنت ويسن شيء أنه أنت يتخالف قول الله تبارك وتعالى يتخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اسمعوا إلى قول إبراهيم عليه السلام وانشي كل شيء سن إبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام إلى غزب بس كافر وجيامو خي الجن مثلا ذام سرم غزب بس ذا مسلم يتجيج الحاجة معينة ماشي كفر إبراهيم إلى غزب بس كافر ليس قرس يا أبتي لا تعبدي الشيطان شويت شويت ما الناس شكا قد الجاهل ذي المشرك أشك عدو الله والله احتدد في ذا جهنم وسيني شيء الناس يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان للرحمن عصي كان للرحمن عصية
يا أبتي ذا إني قد جاءني من العلم ذا إنس إني قد جاءني من العلم ذا ماشي سيني باباس قد جان 40 سنه قالك بان بابا ذا جاهلي ذا بوي غري شيء غير ما تجاهلي لا واد الخطا واد الخطا دي التربيه النفس امو خيسي وليد النط شيخنا احمد حفظه الله تبارك وتعالى خصيا النفس ان منادم اختص هذه الصفه النفسيه انس انس يا ابتي اني قد جاءني من العلم يعني شكغاك العلم نعم شكغاك يا ابتي شكغاك ولكن اش يسي شي حاجه من العلم انه من تجذا من وتجيبوها من اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك ما لم ياتك شكوك شي العلم التوحيد ولكن اش اشتبه الله تبارك وتعالى اختاري في شيء يجي الجزء زي العلم هو ماشي زعما باش اتفخر خاكني غير ذلك وانما باش انمر القضيه فا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ثم قال يا ابتي لا تعبد الشيطان شويت شويت صار رأفض صار رحمه وانا اجزم والله الذي لا اله غيره لو ان الاخوه ساور من اجل اباء انسنميا اتف الاباء سبحان الله اتف تباعا الابناء انسن وختف من هذا وغري شيء اتف هذه التبع لان الرأفه جذابه الرحمه جذابه غشيفته يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ناسي النبى بس سل الكبر تجبر انس اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم انس روح زكي لكن ان دار زكي دادت ميا سينا انس سلام عليك ماشي ذا قراك قيس بغي باباش جير قاينا يفوق نيغك ثني نيغ والله الا شك قرس لا حاول كي شويت شويت قال سلام عليك وغزا ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ومع ذلك كافر قال ساستغفر لك ربي ولكن امي موت الشرك امكن الله تبارك وتعالى فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه لكن حتى امي موت الشرك تبرأ منه إن إبراهيم كان أواها حليما عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يوصيكم بآبائكم حيث ويتن أخي سنن ابن ماجه قال يوصيكم بآبائكم يوصيكم بأمهاتكم يوصيكم بأمهاتكم يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة فالأم غسجن المكانة غسجن المنزلة ضمغاه وكذلك الامام احمد رحمه الله انك صدق طيب امام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى اقرك الام لها ثلاثه ارباع البر ثلاثه ارباع 75 جمية 75 يعني من هذا المريض طلع جيباباس 75 بشرين اخسنا اسنوش الام 75 ثلاثه ارباع ميمي لان اقرك امك 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 ثم ابوك كذلك بالنسبه للاب باش منادم وي شيء قرك رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ذلك خصنا نشعر بان الرسول عليه الصلاه والسلام قرك ثلاثه لا ترد دعوتهم دعوه الوالد على ولده العياذ بالله الانسان مثلا يدعى خميس الله يعطيك كذا شيء اشيل عن كذا شيء فالمساله ف المساله خطيره مساله صح دعوه الوالد على ولده جيجن الحديث نظن يقول لك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه الوالد ودعوه المسافر ودعوه الصائم دعوه الوالد ان يا اخوان وخصوصا الشباب ان منادم كل ما يفاد الدث هذه الفق اصير اصير حبابس اسي جمج جي فسيني الدعاء كذي ووالله الذي لا اله غيره مخن النبي عليه الصلاه والسلام رغم انف رغم انف رغم انف امرئ من ادرك ابويه ولم يدخله الجنه ما دمغك نعمه يا ساقي ذا الدث في التفغ سماغاس
فكرنها جدما سناش جيفا جيفي لسن دعم أكيدي ودعاء سهم لا يخطئ عمص ما ذيخضى ف مسألة العقوق مسألة المجتمع النغ ذجا ولكن السبب ينس أننا نتعقب شيء القرآن نتعقب شيء السنة ثم نسن شيء المقدر الأبوين حتى أتنفقد ماشي دواشي الإنسان ذي تهلقي بس ما ريموت أسيك طلبة أسيك درت أيام أسيك سبع أيام أسيك أربع أيام وإنما أربعين يوم وإنما منظم أنه مرق عذ الدان هذه تهلا ذيك السن هذه استغل الله تبارك وتعالى يقرك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إذن هذه استغل هذه استغل الأمر باشا إن شاء الله أتيري أنت غسجن الحياة بإذن الله تبارك وتعالى حياة سعيدة يعني حياة قد رضي الله تبارك وتعالى عنها برضا الوالدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يزيدنا علما وفهما وأن ينورنا بنور الإسلام وأن ينزع من قلوبنا الغلة والحقد والحسد إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم ونفع بكم.